بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. لقاء جديد ومتجدد مع بطوله الدوري المصري النهارده. لقاءات الاسبوع ال22، الاسبوع اللي تم تاجيله بعد احداث مباراه الزمالك وامبي اللي طبعا كانت في الاسبوع ال21. تم تاجيل لقاءات الاسبوع ال22، ومع عوده الدوري المصري واستئنافه مره اخرى بدا الدوري بالاسبوع ال23. فالاسبوع النهارده هو الاسبوع ال22 المؤجل من بطوله الدوري المصري. تعالوا نشوف ماتشات النهارده. عندنا 6 لقاءات النهارده في الاسبوع ال22، وبكره هتستكمل ان شاء الله بقيه اللقاءات. الساعه 4:30 في عز الحر في اسكندريه بقى في الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، الرجاء مع بتروجيت. لقاء مهم جدا للرجاء اللي فاز على المقاولين في اللقاء اللي فات وعايز يكمل. بتروجيت كمان كسبان المصري وعنده حافز ان هو يروح للمربع الذهبي او المركز الرابع. الساعه 5 لقاء وادي دجله وامبي، وده ان شاء الله هيكون معانا على الهواء مباشره في قناه النهار رياضه بحضور الكابتن علاء ميهوب والكابتن وليد صلاح الدين. الساعة 6:30 لقاءين، لقاء أو 3 لقاءات، لقاء دمنهور والمصري، وده برضو هيكون مذاع على الهواء مباشرة ولكن في النهار بلس 2 بإذن الله على الهواء مباشرة. واللقاء الثاني لقاء طلائع الجيش والداخلية الساعة 6:30، ولقاء النصر وسموحة في ملعب بتروسبورت. اللقاء الأخير النهاردة هو لقاء المقاولين العرب مع حرس الحدود الساعة 8:30 من استاد المقاولين العرب، واللقاء ده برضو هيكون مذاع على الهواء مباشرة في قناة النهار رياضة بإذن الله. بكرة استكمل الأسبوع ال22 بأربع لقاءات. لقاء الأسيوطي سبورت مع مصر المقصة الساعة 4:30 في ملعب الأسيوطي في مدخل مدينة بني سويف، والساعة 5 لقاءين، لقاء الإسماعيلي والجونة ولقاء الاتحاد السكندري والأهلي في استاد اسكندرية، واللقاء الأخير هيكون لقاء مالك واتحاد الشرطة الساعة 8 على ملعب بتروسبورت. تعالوا نفكركم كده سريعا بجدول ترتيب الدوري الممتاز قبل ما نلعب النهاردة الجولة المؤجلة أو الأسبوع ال22 في بطولة الدوري. زمالك متصدر والمطاردة من إمبي ومن النادي الأهلي، ولكن الزمالك فرق كبير بعد فوزه. هنحاول نجيب لكم جدول الدوري العام، لكن خلينا نرحب أدام الجدول معلق. نرحب بالأول بالكابتن علاء ميهوب والكابتن وليد. لا الجدول رجع، مش هرحب. نروح لجدول ترتيب الدوري المصري. الزمالك 66 نقطة ولعب 27 مباراة، إمبي في المركز الثاني عنده 60 نقطة ولعب لقاءاته كاملة، الأهلي في المركز الثالث ولسه ليه 3 لقاءات مؤجلة عنده 55 نقطة، مصر المقصة المركز الرابع 48 نقطة وليه مباراة مؤجلة مع الزمالك، وادي دجلة في المركز الخامس وليه لقاءين مؤجلين، واحد مع الأهلي واحد مع الزمالك عنده 47 نقطة، في المركز السادس بتروجيت ولعب لقاءاته كاملة 46 نقطة، الإسماعيلي في المركز السابع وناقص له مباراة مؤجلة برضه مع الزمالك عنده 45 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز الثامن ولعب لقاءاته كاملة وعنده 43 نقطة، اتحاد الشرطة في المركز التاسع ولعب لقاءاته كاملة وعنده 43 نقطة، المقاولين في المركز العاشر ولعب لقاءاته كاملة وعنده 42 نقطة، طلائع الجيش في المركز الحداشر ناقص له مباراة مؤجلة مع الزمالك وعنده 41 نقطة في المركز الحداشر، الجونة المركز الاتناشر وزي ما انتم ملاحظين كده من المركز الحداشر والاتناشر والتلاتاشر قربوا كتير من الفرق اللي في العاشر والتاسع والثامن والسابع، الفرق كله 3 نقاط فقط. الجونة لعب لقاءاته كاملة في المركز ال12 وعنده 39 نقطة، المصري كمان لعب لقاءاته كاملة في المركز ال13 وعنده 39 نقطة وعنده مباراة النهاردة مع دمنهور، اكيد يعني بيهتم جدا بالحصول على 3 نقاط عشان يحسن ترتيبه في الجدول. حرس الحدود وانتصارات او انتصارين متتاليين ما شاء الله لحرس الحدود، والكابتن عبد الحميد بسيوني فاز على بتروجيت وبعدين فاز على الأهلي ورفع رصيده الى 39 نقطة في المركز ال14 ولسه كمان ليه مباراة مؤجلة مع نادي سموحة، الداخلية في المركز ال15 وعنده 37 نقطة وموقف صعب لنادي الداخلية ولسه ليه مباراة مؤجلة مع النادي الأهلي. نادي سموحة في المركز ال16 وعنده مباراتين مؤجلتين، مباراة مع الحرس ومباراة أخرى مع الأهلي عنده 36 نقطة، الرجاء في المركز ال17 وانتعاشه كده النادي الرجاء وست نقاط متتاليه من فوزين على دمنهور وعلى المقاولين العرب بقياده الكابتن محمد عمر، وعنده النهارده مباراه صعبه مع بتروجيت الساعه 4:30 في عز الحر يعني في استاد الفرع المجمع او استاد برج العرب وعنده 31 نقطه، النصر وبرده عنده مباراه النهارده مهمه جدا 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 مع نادي سموحه
وفوز النصر النهارده او فوز الحرس او فوز سوري سموحه يخليهم يقربوا من منطقه الامان شويه او يحسن المراكز بالنسبه لهم. عنده 25 نقطه الاسيوطي سبورت في المركز قبل الاخير 19 المركز 19 وعنده 13 نقطه ولعب لقاءاته كامله وخلاص تاكد هبوط فريقين هبوط الاسيوطي سبورت وهبوط دمنهور الفريق صاحب المركز الاخير اللي عنده 11 نقطه. دلوقتي بس اقدر اسلم وارحب بالكابتن علاء ميهوب. ازيك يا كابتن علاء؟ ازيك كريم؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. ازيك كابتن وليد؟ ازيك كابتن كريم؟ عامل ايه؟ وحشني. كله تمام الحمد لله. الحر شديد قوي النهارده يعني الله يكون في عون اللعيبه اللي هتلعب في ماتشات 4:30 وفي ماتشات 5 وفي ماتشات 6:30. عايزكم في البدايه كده تحكوا لي على الـ يعني الـ الذكريات بتاعتكم في لما كنتوا لعيبه في اوقات زي دي لما بتكون هتنزل وعارف ان درجه الحراره 45 ولا 46 يا كابتن علاء وعندك ماتش مهم جدا وماتش حساس جدا. يعني احكي لي كده موقف طريف او كنتوا بتعملوا ايه كلاعبين طبعا لعيبه منتخب مصر والنادي الاهلي. مفيش كلها تلاقيها في افريقيا يا كريم لكن مش هنا دايما بتلاقي الجو حر جدا ورطوبته عاليه جدا لكن هو دايما كان كابتن وليد بيضحك شكله كده عنده مصيبه شكله عامل مصيبه شكله في مصيبه كويس لكن هو دايما كنا في حته لازم تشرب سوائل كتير جدا قبل المباراه واثناء المباراه كويس حتى موضوع الاكل بتاعك بيبقى اكل كله حاجات بتديك طاقه بس ما تبقاش نازل تقيل لكن سيبك من جو النهارده جو النهارده مش طبيعي مش طبيعي لا حتى الهواء سخن نفسه يعني ربنا يكون في عون اللعيبه النفس يعني النفس اللي داخل واللي خارج سخن فبقى مشكله جامده جدا النهارده على اللعيبه وما اعرفش جالي خبر وقت ان اتحاد الكره سمح ان المباراه تتوقف مرتين عشان اللعيبه تشرب ميه لو في حر وكده فيا ريت بحاجه زي كده يسمح بيها لان فعلا الجو النهارده صعب جدا وربنا يكون في عون اللعيبه اكيد يعني. طب قول لي ما قلتليش برضه يعني موقف كده مش فاكر حاجه معينه خلاص انا فاكر حاجه ليا انا في اسوان بس إيه نسمع كابتن وليد الاول لا نسمع منك كلام في اسوان كان في مباراه كنت بلعب انا في اسوان كنت رايح كده فتره اختبار مع كابتن ماهر همام وكان دوره الترقي كنت انا مقيد في نادي بتروجيت ونادي اسوان عايزني في الترقي العب معاهم كويس فالمهم رايح بقى وكابتن ماهر همام هيشوفني وهنلعب ماتش مع فريق الاقصر في عز الحر يا كابتن وليد فكان معايا الله يرحمه كابتن حازم عبد المولى الله يرحمه كان لعيب وسط الملعب كان لعيب كبير ومميز فقال لي بقول لك ايه يا نجم النهارده الدنيا حر مش قادرين طب فكان معانا برضو في الفرقه اولا اللي كنت معاهم طبعا كابتن حمدي حمدان في نادي اسوان قلت له كابتن حمدي انت متعود انت من اسوان اعمل ايه انا مش قادر الدنيا حر ولازم ابقى كويس النهارده عشان انا يعني هلعب في اسوان بقى وهكون موجود والكلام ده فقال لي يا نجم بص مفيش حل غير محلول الجفاف عارف محلول معالجه الجفاف كان بيخلص الزمان قلت له ازاي يعني قال لي بص انا هظبطك مالكش دعوه راح اعمل كوبايه ميه كده وراح ضارب فيه محلول الجفاف ده وخدته ما حسيتش باي حر وحياة ربنا يا كابتن والله هم طبعا في اسوان عارفين بقى القصه عالمي يخليك تجري وما تحسش بحاجه وبيعوض الاملاح كلها ان هو يعني اي حاجه فقدها الجسم من ميه او املاح او الكلام ده بيعوضها فكانت معلومه بالنسبه لي غريبه لكن استفدت منها وجريت وخلصت مع نادي اسوان وكل حاجه وبعد ما خلصت عملت ماتش عالمي كان في ولد اسمه محمد عبد الرحمن حنكش فروت كده في نادي عملت له جونين وكنت مكسر الدنيا رجعت عشان اروح اسوان وبتروجيت ما رضوش يديني استغنى بعد محلول معالجه بعد المحلول بس اختراع اختراع والله يا كابتن وليد قول لي انت بقى لا احنا عندنا مواقف كتير قوي اغلبها في افريقيا يعني طبعا لكن كان في موقف كابتن احمد ماهر ربنا يمسيه بالخير هو من اخف الدم مش ممكن المدربين اللي ممكن تقابلهم في حياتك فلسه بنلعب مع تنزانيا ولسه الماتش بادئ ياسر راين كان بيلعب باك ليفت ناحيه الدكه ما فاتش دقيقتين ميه فراح مديه له ميه دقيقة كمان مية كابتن ماهر قال لي يا ابن اللذينة ايه الواد ده وبعدين ما فاتش خمس دقايق ما هيقولها له شوية راح له كابتن ماهر مية قال له بقول لك ايه انت متغدي جير ولا ايه يعني لا مواقف كتير قوي بس كنت بتأثر فيك الحرارة كابتن وليد يعني كنت مش قادر من الحرارة طبعا رطوبة يا كريم طب نصيحة احنا مرة وكابتن فاروق جعفر بيعمل لنا محاضرة كابتن فاروق وكابتن خطيب في منتخب مصر وهو بيعمل لنا المحاضرة واحنا قاعدين لقينا هادي بيجيب دم من مناخيره هادي خشب من كتر ما في ناس كده لما الحر مفيش اكسجين والحر نار قاعدين في الأوضة يعني مش عايز أقول لك وكان في بقى مناقشة ما بين الكابتن الخطيب والكابتن فاروق على طريقة اللعب فإيه طولنا يا كابتن فاروق قال احنا تعبانين تعبانين ما كانش في تكييف زمان بقى ما كانش في الهواء في اثيوبيا فالمساله صح. مره كان الكابتن ابراهيم حسن فجو حر نار فجه في الشوط الثاني كده اتغير فكابتن ابراهيم كان ايه منتخب ولا ايه كان لا النادي الاهلي فكابتن ابراهيم اتجنن طلع ازاي وراح شايط الجردل
انا هتغير ازاي ازاي؟ فكابتن احمد مرة قال له ايه بس الجو حر نار واحنا شفناك ان انت قال له لا انا ما اتغيرش. قال له طب امال ايه؟ قال له بص انا لو لقيت نفسي مش قادر هرفع ايدي اقول لك انا عايز اتغير. قال له يا راجل بقى انت هترفع ايدك وتقول انا عايز اتغير؟ انت عارف انت عامل زي مين؟ راح منيم ياسر ريان على وشه وراح مخليه ماسك النجيله وراح ماسك رجليه الاثنين قال له ارض لو عطشة. قال له انت هتعمل زي محمد ابو سويلم والله لو الدنيا ايه مش هتسيب الملعب. لا انا في مره حضرتها برضو بس ما كنتش يعني كنت في قناه في اذاعه شباب الرياضه وكنت رايح اغطي مباراه مصر وجيبوتي. لعبونا الساعه 2 الظهر يا كابتن علاء والله درجه الحركه 50 55 حاجه كده. بالمناسبه انا قلت الموقف ده قبل كده في بين الشوطين هاني سعيد ومحمود فتح الله الملعب كان نجيل صناعي الاستارزات ساحت انا كنت حاضر بقى الموقف ده. طب بالمناسبه بقى حطوا اللعيبه حطوا جراد الميه يعني رجليهم في جراد الميه بين الشوطين عشان يقدروا يجروا. بالمناسبه دي بقى هو التكييف ايه فصل ولا ايه الجو حر نار؟ لا هو بص هو النظام عندنا كده انا عيان بقول لك ايه عيان مفيش تكييف لا لا هنظبطكم هنظبطكم بس خفيف كده التكييف خفيف كلهم يعلوا التكييف شويه. طيب يعني خليني برضو قبل ما نتكلم في ماتشات النهارده وعندنا 6 لقاءات في الدوري الممتاز النهارده الاسبوع ال 22 الاسبوع المؤجل في بطوله الدوري عايز اتكلم في قصه الصفقات. انا اتجننت يعني لعيبه كتير جدا يقول لك انا ماضي هنا وناس تقول لك لا ده ماضي هنا. انا عارف طبعا معلومات ده ماضي فين وده ماضي فين وكده لكن في هوجه انتقالات وهوجه تعاقدات وهوجه اشاعات يعني مثلا هتكلم مع كابتن وليد صلاح الدين انت عضو لجنه كوره ما اقدرش اتجاهل الموضوع بتفكروا ازاي في النادي الاهلي في الانتقالات القادمه الانتقالات الصيفيه؟ لا بص يا كابتن كريم احنا عندنا الصفقات سريه شويه يعني كل طبعا نادي بياخد الاستراتيجيه اللي هو عايزها او بيتبع الاستراتيجيه اللي هو عايزها. ممكن نادي يعلن عن الصفقات بتاعته بدري ممكن نادي تاني بيعلن عن المفاوضات حتى بدري. احنا واخدين قرار ان الصفقات بتاعتنا سريه. كل اللي بيتكتب بقى في المواقع ده للاسف الشديد هي اجتهادات صحفيه ملهاش اي علاقه بالواقع. يعني مساله النادي الاهلي بيفاوض مدير فني اجنبي مساله النادي الاهلي فلان جه وفلان جه وفلان الكلام ده يعني مش صحيح تماما وللاسف ان كمان في اجتهادات بتزيد عن كده. يعني انا نازل لي النهارده حوار في احد المواقع ان وليد صلاح الدين بيقول ان صالح جمعه بطيء وان كهربا مش عايزينه في النادي الاهلي اي تصريحات وكلها ولا مفيش اي حوار صحفي انا بعمله. ليه؟ لان انا بطلع في التلفزيون كل يوم شبه كل يوم معاك يعني احنا انا موجود فانت تاخد على المسؤولين الكلام صوت وصوره. لو في حوار هيبقى هيعلن عنه لكن اللحظه دي هي ده موجود في العالم كله يا كابتن كريم. واحنا قلنا قبل كده ان ده بيسري كره القدم في مصر بس هي الفكره ما تقولش حاجات مغلوطه على لسان مسؤولين عشان انت كده هتضر مين يبقى عنده صالح جمعه ولا كهربا ويبقى متضايق. كلنا متفقين على ان دول لعيبه كويسه وغيرهم فهي المساله نادي بيعلن عن صفقاته وبيعلن عن اتفاقاته وبيعلن كمان عن المفاوضات مع لعيبه وفي نادي تاني بيحتفظ بيها للسريه. ونفس الوقت كابتن حماده صدقي طلع امبارح واعلن غضبه عن ان بعض اللعيبه بالسماسره بتجيب لهم مثلا الاهلي او الزمالك او كده وده بيؤثر على اللعيبه. يا جماعه عايزين ننتقل بالثقافه دي للناحيه الاوروبيه. العالم كله في التوقيت ده عنده نفس اللي بيحصل عندنا بس عندهم ثقافه مفيش حاجه اسمها لعيب يتاثر هيمضي هنا ولا هيمضي هنا. داني ألفش لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي لغايه اللحظه دي هو مش عارف هو رايح فين ومانشستر يونايتد عايزه شافي هرنانديز مموت نفسه وهو رايح السد القطري. خد بالك برشلونه عنده 2 نهائي من اقوى ما يكون ولغايه دلوقتي اللعيب الاساسي اللي بيلعب هو مش عارف هو فين فمش مشكله ولا هتاخد منه الثقافه. يا جماعه بتيجي في اخر الموسم او بتيجي في يناير عندك موسم انتقالات فبالتالي انت بتشتغل زي الرؤيه اللي انت شايفها. يعني داني ألفش مش عاجبه العرض بتاع برشلونه هيروح حته تانية ومع ذلك هيأدي في الاثنين النهائي اقوى ما يكون عشان الثلاثيه دي تبقى بتاعته هو فيها فلوس زياده وفيها ايمج عالي جدا وفيها شهره وفيها نجوميه وفيها كل معلش يعني مش بدون تفاصيل يعني عشان ما احرجكش على الهوا عدد صفقات النادي الاهلي محتاجها السنه الجايه كام؟ برضه هيبقى في حدود الخمسه خمس ست صفقات. طيب كابتن علاء ايوب يعني لو اتكلمت معاك شويه في الناحيه الفنيه كان معايا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيقول لي انا ماضي ب 17 لعيب
وقلت له طب ازاي هتاخدهم كلهم يا ست المستشار؟ قال لي موجودين، ان في لعيبه كتير هتمشي اعارات ولعيبه هتخرج من القايمه والكلام ده. شايف ان الزمالك محتاج 17 لعيب السنه الجايه؟ وعايز اقول لك برده كنجم النادي الاهلي ومتابع ماتشات النادي الاهلي، الاهلي محتاج ايه بعيدا عن كابتن وليد صلاح يعني؟ لا هو بص الزمالك اكيد مش محتاج الصفقات دي كلها، لكن هو السيد المستشار بيمضي 17 لعيب ماشي، لكن هو يحتاج منهم كام؟ اكيد مش كلهم. في ناس هتمشي السنه الجايه من نادي الزمالك وفي ناس اعارات وكده، لكن انا شايف نادي الزمالك مش محتاج الكم ده من اللعيب. ايوه كويس، يعني مش محتاج، لكن هو بيمضي لان في وقت الحاجه ممكن يحتاج منهم زي ما عمل السنه اللي فاتت مع اللعيبه كتير قوي اللي اخذهم. استفاد من بعض اللعيبه منهم، لكن الباقي مش ما استفادش منه حاجه، فيضطر يستغل عنهم السنه دي وفي ناس تطلع اعارات فهو بيمضي. لكن العدد الكم ده كله اكيد لا. كل لعيبه بتحب تروح النادي الاهلي، النادي الزمالك، الانديه الكبيره من حقها، لكن هو انت محتاج ايه؟ انت يعني ده زي ما بيقولوا كده، انت تقعد مع اذا كان المدير الفني او لجنه الكوره. يعني انت راجل فني بتتفرج على ماتشات الزمالك، الزمالك محتاج ايه السنه الجايه؟ مراكز ايه؟ ما اعرفش، الزمالك مش محتاج حاجه كتير خالص يعني. الزمالك ممكن محتاج مثلا باك ليفت. أيوه. كويس تاني. مهاجم افريقي ده لازم، مهاجم افريقي طبعا يعني. ممكن مساك. لا مساك عنده كتير. ممكن مساك تاني محتاج بديل لايمن حفني. وايمن حفني لو هيمشي بقى انت محتاج حاجه كده زي ايمن. اللي ما اعرفش كان شكله راجع او مش راجع يعني. لكن غير كده مش الزمالك مش محتاج تدعيمات كتير. يعني لو الزمالك بالكتير او ممكن تقول مثلا اربع لعيبه بالكتير او يا كريم. لو محتاج الزمالك مهاجم وباك ليفت وسط مثلا زي عمرو السوليه كده، حاجه كده يعني، لعيب كوره من تحت كوره يعني. كويس لكن اكتر من كده ما عنده كتير جدا ما شاء الله الزمالك، وواضح استناده حتى البديل موجود. كويس. طب الاهلي، النادي الاهلي انا من رايي انا محتاج اتنين في قلب الدفاع مساكين محتاجهم ضروري جدا، ومحتاج ما اعرفش هو بيقول محتاج راس حربه، انا بقول مش عارف من وجهه نظري مفيش راس حربه، ممكن واحد في نص الملعب تاني، محتاج ديفندر في نص الملعب كويس بقى. يعني محتاج لعيب كوره يعني وعنده حته دفاعيه كويسه. فهمني يا كريم، لان حسام غالي وحسام عاشور انت اعتمدت عليهم. يعني حسام عاشور خلاص الراجل ده استهلك. مش هيلعب عليهم، لكن انت محتاج حد في المكان ده بقى. لا يكون مع حسام عاشور. مع حسام عاشور وحسام غالي، انت عايز حد في المكان ده، حد يكون راجل ديفندر كويس، لعيب كوره كويس، هو ده بحجم النادي الاهلي. لكن غير كده مش شايف باكات ليفت. انت عندك دلوقتي خلاص عندك اثنين، وعندك واحد صغير طالع ناحيه اليمين، عندك باسم وعندك هاني، ودول اثنين ما شاء الله. لكن في قلب الدفاع انا وجهه يعني نظري يعني اثنين دفاع ومحتاج واثنين نص ملعب وراس حربه. خمس لعيبه يعني او ست لعيبه مش اكتر من كده. طيب هستفيد برضو من وجودكم مع انتوا اتنين كباتن، يعني حضرتك كابتن علاء كنت كابتن النادي الاهلي، وكابتن وليد صلاح الدين كابتن النادي الاهلي لفترات طويله، كل واحد كان كابتن فتره كبيره يعني. عايز اتكلم في موضوع حسام غالي، ومش عايزكم مثلا ايه ندافع او نبقى ضد او مع، عايز يعني اقول ايه يعني حياديه، بشكل حيادي ان انتوا نجوم النادي الاهلي، فمش عايز يبقى الموضوع محرج بالنسبه لكم. لا لا لا، انا اتكلمت في الموضوع ده وقلت، والنهارده في خبر يعني، في خبر على حسام غالي ان هو تم ايقافه اربع ماتشات. فعايز اعرف ايه الاسباب الايقاف اربع ماتشات؟ انا شفت انذار في انذار في طرد يعني، ده المفروض مباراه واحده، انذارين وكارت احمر يعني مباراه واحده، لكن ايه اللي حصل؟ هل في لفظ؟ هل في حاجه؟ انا ما نعرفش تقرير الحكم كان فيه ايه، برضه هنحاول نعرف المعلومه دي. لكن هاخد كلامكم كده يا كابتن علاء وهبدا بحضرتك، ايه اللي حصل يعني؟ ليه حسام غالي اتنرفز قوي كده والكوره؟ طبعا نادي الاهلي خسران وموقفه صعب وعايز الزمالك ما يبعدش، لكن يعني الوقت ده انا قلت ان حسام غالي كابتن النادي الاهلي، لا فرقته محتاجاه في الوقت ده طبعا. وفي موقف صعب وخسران 1-0 وحسام لعيب كبير وكذا وكذا وكذا، انت رايك ايه؟ لا بص يا كريم، وكلامك طبعا صح يعني. اولا حسام طبعا الناس كلها مغلطاه، وانا طبعا واحد منهم غلط. احنا هنا ما بنتكلم لما يكون في حاجه غلط بنقولها غلط الحمد لله، لو في حاجه صح بنقول صح وبتشيد بالحاجه، لكن الموقف احنا شايفينه ده لا طبعا غلط جدا. والفاول وكل حاجه، لكن هي عصبيه حسام الاهلي خسران 1-0. كويس، يعني في ناس بتعتب على الكابتن محمد فاروق يقول لك ازاي يطردوا؟ ما عادي قانون. لا ازاي يطردوا دي انذار في انذار كويس، بس يعني هي الملاحظه بس ان انذار في انذار كان سريع شويه. انا ما اعرفش طبعا ايه اللي حصل، لكن هي يعني بص الوقت قليل جدا يا كريم. بين الانذار الاول والثاني الوقت قليل جدا جدا جدا، بين الانذار الاول والثاني دي الحاجه اللي انا
تؤخذ يعني على الكابتن محمد مستعجل يعني يستنى مستع... يعني هل لفظ في لفظ اتقال في الوقت ده؟ اللفظ بقى اللي اتقال ما اعرفش، لكن دي يعني دي بص يا بص يا كريم سريع جدا جدا، لازم برضو لازم الكابتن محمد كان يعرف يعني، وشرط الكابتن دي برضو طبعا شرط دي كارثه لوحدها. هو حسام بيقول ان هو يعني ما حسش بنفسه، مش بص يعني مش عشان الشاره، لكن لا هو كان حاجه لا اراديه. بص يا كريم هو مش دفاع برضو عن حسام، لا ما انا لو انا هندافع انا هدافع عن حسام عشان الراجل ده انا بحبه جدا، لكن هو طبيعي جوه الملعب او بره الملعب الواحد لما بيتعصب ما بيبقاش شايف قدامه. هي دي معروفه. فتخيل انت هو ده كابتن فرقه ومغلوب وعليه حمل جامد جدا وهو متعصب جدا في المباراه، يمكن حركه لا اراديه اتعملت من حسام، لكن طبعا هي تؤخذ عليه في كل الاحوال. لكن هي طبعا الواحد متعصب بيبقى بيقولوا كده زي ما بنتكلم كده بالعاميه، هو مش شايف قدامه. لكن انا بتكلم عليه دلوقتي الواقعه نفسها، الواقعه نفسها انا شايف ان النظرين قريبين جدا من بعض، دي اللي انا مستغرب فيها. لكن الطرد بقى اربع مرات ليه اكيد بقى ايه حصل كلام من حسام، لكن الموقف كله كريم اتقف اربع ماتشات الموقف كله حسام غلطان مليون في الميه. مليون في الميه حسام غلطان، هو اعترف بكده وعارف ان هو غلطان ولازم كان يتحكم في نفسه شويه. لسه المباراه بدري، حتى لو خسرنا 1-0 يا سيدي مش مشكله، لازم الواحد يفكر دايما العصبيه توديك فين. لانك انت عصبيتك انت عملت ايه بالعصبيه؟ في ساعات لعيبه في الاهلي والزمالك على وجه التحديد بيحسوا ان الحكم ما يقدرش يطرده عشان الضغط الاعلامي والضغط الجماهيري. هل حسام حس الاحساس ده وما حسش بنفسه وهو بيعترض؟ ممكن ان هو كلاعب النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي مهم، والفرقه خسران واحد ممكن الحكم ما ياخدش رده الفعل دي عشان الاهلي خسران كمان. فهمنا كريم. ممكن كل الحسابات دي كلها بتيجي في ثانيه، لكن ما حسابات كلها غلط يعني، فهمني حسابات كلها غلط وهو اللي خسر. وسيبك ان الاهلي خسر وفي يعني كل حال من الاحوال حسام موجود او حسام ما كانش موجود الاهلي ما خسرش المباراه دي. من الاخر الاهلي هايل يعني مبدئيا يعني حتى بعد طرد حسام الاهلي ما يخسرش. ما عليه، بس هي طبعا سبحان الله ربنا كان ايه كاتب لحارس يكسب المباراه دي، لكن هي كنتيجه مباراه الاهلي ما خسرش خالص المباراه دي. لكن حسام غلطان وهو اعترف بخطأه، وده انا بدايه بقول كلمه الواحد طول ما هو عايش هو بيغلط بيتعلم من اخطائه، لكن بقول له حسام ما تعلم من اخطائك، لان انت وانا لعيب يعني كبير جدا ولعيب طبعا الناس كلها بتحبك تشوف الملعب. وحسام اخلاقه يعني حسام مبدئيا كبني ادم اخلاقه كويسه جدا، عارفه من يعني من يوم ما جه النادي الاهلي وهو صغير لسه. فهي حته بس عصبيه زياده، لكن طبعا تؤخذ عليه. وحته الشرط سحبت منه ده حاجه طبيعية جدا وكان لازم يحصل كده. كل القرارات اللي حصلت لحسام انا طبعا موافق عليه وهو موافق عليها، لكن انا بقول له حسام لازم يبقى ايه اهدى من كده شويه. لكن يا كريم الحاجه اللي هستغرب فيها وخلي يمكن وليد يتكلم فيها شويه، الانذارين قريبين قوي من بعض بالظبط. ده اللي انا بس الاستفسار طيب اللي عندي. طيب الموقف ده مع كابتن وليد صلاح الدين واعرف رايك برضو في الموضوع ده يا كابتن وليد. بص يعني هديك رؤيه كده متكامله للموضوع كله عشان نفصل بس ما بين موقف حسام غالي وما بين موقف إدارة النادي وما بين موقف الكابتن محمد فاروق، يعني نقسمها ثلاث حاجات. خلينا في حسام غالي الأول. أخطأ خطأ كبير، خطأ كبير جدا. خطأ كبير ليه؟ عشان جاي من لعيب كبير. المفروض بقى على حسام غالي إيه؟ يمتثل للقرار، لأن القرار ده اولا في مصلحه حسام غالي. لان انا شايف ان سحب الشاره من حسام غالي هيرفع من عليه ضغوط كبيره جدا. مشكله حسام غالي وكلنا اتكلمنا معاه كابتن علاء وانا، بس برضه سحب الشاره ده بيكسر اللعيب. ماشي، بس لما يكون كابتن النادي الاهلي او كابتن فريق كبير زي الاهلي وبعدين قدام اللعيبه قدام الجهاز وقدام الجماهير وبعدين مهام الكابتنه بتتاخد منه، بيبقى برضه طالما لو انت بص يا كابتن كريم عشان نبقى بس الكلام فير، لو انت بتاخد القرار ده بعد سلسله من المواقف بعد عدد من المواقف، يبقى ده بالعكس انا بحمي اللعيب بيه. ولو اللعيب امتثل للقرار هيبقى في صالحه مش ضده. حسام غالي 34 سنه. يعني ايه امتثل؟ يعني ممكن ما يمتثلش؟ ممكن يرفض مثلا يعني؟ يعني حسام طبعا متضايق شويه، كان عايز يبقى في تحقيق الاول، لكن في حاجات ما فيهاش تحقيق. انا شايف كل حاجه. التحقيق ده بيتم في حاجه مش باينه او حاجه بالسمع، لكن الدنيا كلها شايفه حجم الخطا. الخطا كبره في ايه؟ كبره في ان انا ما ببصش للاعب اخطا، لا الخطا كبير لان انا عندي رمضان صبحي، عندي كريم بامبو، عندي حسين السيد، عندي لعيبه صغيره انا عايز انقلها ان تيم النادي الاهلي. ما ينفعش اللعيبه الكبيره تعمل كده، ما بالك بقى لما يكون في كابتن الفريق. فبالتالي الخطا كبير، خطا كبير. ده فيما يخص حسام غالي. خلصنا كده حسام غالي، واتمنى ان هو يمتثل للقرار بشكل كويس قوي ويهتم بحسام غالي اللعيب. هو لو تم بنفسه بس حسام من احسن لعيبه مصر في المكان ده طبعا، لكن هو مشكلته انه شايل حمل النادي كله فوق كتافه. عايز اللعيبه كلها تلعب صح، عايز الحكم يبقى ماشي صح، عايز كل واحد في الملعب بيفكر للنادي الاهلي بيفكر له صح، وده حمل كبير قوي على لعيب كوره.
انا لو شفت انه امتثل للقرار كل الضغوط دي هتتشال وهيبقى بيلعب كرة وهيأدي احلى حاجة عنده. تمام؟ هنا بقى موقف، خلينا نروح موقف إدارة النادي ولا الحكم؟ تاخد ايه؟ حال الحكم الاول. طيب الحكم هنا بقى معلقها لنا تانية يا بيومي من الاول عشان هقول حاجة. طب. هنا فاول او مش فاول مش قصتنا. لا فاول. كانت فاول الاول وبعدين. فاول بس فاول بسيط يعني. ما علينا، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة، هنا ياخد انذار. بص بقى ادي انذار. تمام. ادي انذار، لا مشيها بالعادي يا بيومي. خليها بال بص مشيها بالعادي، معلش ارجع تاني ومشيها بالعادي عشان هقول لك على حاجة. حتى في التحكيم الدولي المفروض الحكم بيسيب بص ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة، انا مع الكابتن محمد فاروق، ادي انذار. بص بقى ادي واحد هوب قال حاجة بقى في الوقت ده. لا ما ينفعش يقول حاجة، لانه لو قال حاجة في الوقت ده يبقى الحكم اخطأ، لان لازم اطلع كارت احمر مباشر لو في تلفظ ويحتفظ بالانذار عليه. يعني بص في حالة ايه، في اعتراض على يعني الانذار. احنا ايه بعد الانذار الاول ايه اللي حصل؟ اعتراض تاني، هو بقى كابتن فاروق انا من وجهة نظري هنا اخطأ، ادي الانذار ده صح، لكن بص ادي واحدة هوب الكارت ما استناش. ما اكيد قال حاجه. لا ما هو ما الايقاف اربع ماتشات علشان تلفظ بعد ما خد الكارت الاحمر تلفظ. طبعا بص يا كابتن كريم الحاله واضحه جدا فيهاش اي بص لو هو خد انذار وبعدين تلفظ يبقى الحكم لازم يطلع كارت احمر مباشر ويحتفظ اللاعب بالانذار. حسب بقى اللي اتكتب، خلي بالك في تقرير الحكم هو ده اللي اتكتب، مش حسب، خلي بالك يعني قال انذار الاول الاعتراض. أيوة. طب الانذار الثاني للاعتراض، لمواصله الاعتراض، برافو عليك. وكارت احمر وبعد كده تلفظ وبعد كده تقرير اربع مباريات. هي لازم كده، هي ما تمشيش غير كده. طب انت لو مكان كابتن محمد فاروق، لا انا لازم اصبر في الانذار الثاني. انا عندي حاجه من اتنين بقى هنا يا كابتن فاروق، وانت متوتر وواضحه، حتى واضحه على طرد ديفونيه بعد المباراه، واضحه على لعبه في الشوط الاول عند ناحيه الشمال رمضان صبحي عمل فيها الكابتن بيتعصب بشكل كبير قوي، بيكلم اللعيبه واضح انه عصبي. كابتن محمد فاروق يعني كان بيتاخد عليه ان هو اهلاوي او ان هو مايل للنادي الاهلي شويه، ممكن يكون هي اخر سنه ليه، فعايز عايز يعني يحسس الناس. بس هو لو يعني حسام يطرد. ايوه لا بس انت بتتكلم في لا استنى بس استنى، مش يطرد كده، لا استنى بس. الانذار الاول انا معاك مليون في المية. ماشي. انت عندك كحكم حل من اتنين، انت بس بتقول انت بتاخذ على كابتن محمد فاروق ان هو استعجل في الانذار الثاني. طب ما هو ده الانذار الثاني، ما هو ممكن كان ايه بقى اللي بيحصل لو استنى ثانيتين وحسام كان مكمل. أيوة. كان هيطرده برضه. افرض ما كانش مكمل، هي دي. ما هو بعد ما خد الانذار الاعتراض استمر. لا هو ما لحقش يديله فرصه للاعتراض، دي اللي احنا بنتكلم فيها ومصر كلها اتكلمت فيها. انا كحكم عندي، انا اديت انذار، اعمل حاجه الف واخد خطوتين تمام واشوف في اعتراض مبالغ فيه، بروح ايه مديله، مش عايز الف وعايزها مواجهه فيس تو فيس يعني، مفيش مشكله. استنى على اللعيب ده اعترض الخمس ثواني او الست ثواني الدوليه، يبقى خلاص الكارت الثاني. احنا خلافنا مع كابتن فاروق. هات لي معلش بعد ما خد الانذار الاول يا دي واضحه قوي يا كابتن كريم، برضو المشاهدين يبقوا فاهمين حضرتك بتقول ايه. والفكره ان الكارت الاصفر ما نزلش حتى يعني من كتر السرعه. بص هوب لا ده دي لا يعني ادي الانذار الاول. انا مش عايزها بس بطيء. ادي اول اعتراض هوب شكله قال حاجه. لا ما ينفعش يقول حاجه يا كابتن كريم، ده قانون. انت عارف لو قال حاجه يبقى الحكم اللي يلام. ما هو بتديك، افرض هو شتم الحكم يدي انذار ازاي؟ لازم اديك كارت احمر مباشر وتحتفظ بالانذار الاول. لكن هو قال بعد لما خد الكارت الاحمر، فبيكتب الحكم في تقريره انا اديت الانذار الاول للاعتراض، اديت الانذار الثاني للاعتراض، اللاعب تلفظ بالفاظ. يا جماعه ما تحاولوا تجيبوا لي الكابتن محمد فاروق على الهوا يعني، برضو نعرف منه ايه اللي حصل بالظبط. حاجه مش لا لا، وهو بص وهو خد السيناريو كله عادي، ما عدا حته واحده بس اللي هي الفرق ما بين الانذار الاول والثاني. انا كنت بشوفها ان هو هنا استعجل على حسام قوي، كان صبر عليه بس يعني 3 4 ثواني كمان. طيب موقف الاهلي بقى كابتن ولي، موقف الاداره. موقف الاداره قرار انا شايفه قرار رائع وقرار قوي جدا، اللي هو صاحب الشارع. لانه والفلوس والناحيه الماديه، الناحيه الماديه لا 250 اختلفوا. انا سالت 250 وبعدين لقيتها مكتوبه 20، قلت لا يمكن. كان 250,000 في صفر ناقص ولا حاجه. هي الفكره في ان ده كذا صفر مش صفر واحد. حسام غالي عليه عقوبات السنه دي بتصل لل 900,000 جنيه، متهيألي عدت كمان قربت من مليون. ليه؟ هو ده بقى ده الضغط، نص عقده طاير. برافو عليك. انا هو ده الضغط اللي حسام غالي نفسه شايله وشايله زياده عن الحمل اللي هو المفروض يشيله. فبالتالي انت كده بالعكس انت بتحمي اللعيب بتاعك.
انا اشوف ان عماد متعب كابتن، حسام عاشور كابتن، وكلهم قريبين من حسام غالي. بس قدام اللعيبه بعد كده قدام الجهاز الفني. بص وانا بقول لك دي بتكسر اللاعب شويه. بص يا كابتن كريم والله ما فيها حاجه. برشلونه انا مع اداره النادي على فكره. برشلونه نفسها القرار ده يعني زي ما انت بتقول في مواقف سابقه كتير. لا اصل بص العالم كله كمان شغال كده كابتن كريم، ومحدش كله لازم يمتثل لاداره النادي اللي انت ماضي معاها. مش برشلونه طلعوا السنه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت ان تغيير نظام الكابتنه في برشلونه والموضوع اتغير بقى تصويت للاعبين مش لاداره النادي. ايوه ايه بقى زعل بقى ساعتها؟ لا العقليه مختلفه. طيب ما هو الحياه هناك يا كابتن كريم، ما هو ده اللي احنا عايزين. بص ده اللي عايزين نوصل له سنه بسنه، زي ما بنتكلم على الانديه، زي ما بنتكلم على الادارات، زي ما بنتكلم على فكره كل نادي بيشوف البادجت اللي عنده او بيشوف القدره الماليه وعليها بيحسب انا فين هبقى فين في الجدول. نفس الوضع فكره الصفقات، العالم كله بيقول ان انا عندي صفقات عايز فلان الفلاني، ما نفعتش يبقى هجيب غيره. العالم كله شغال كده الا احنا لغايه اللحظه دي لسه عندنا الفكره ان نادي بيخطف من نادي ولاعيب بيمضي لكذا نادي ومدير فني زعلان من ان لعيبته بتتفاوض، مع ان كل انديه مصر بتفاوض لعيبه بلا استثناء حتى اللي نازلين درجه ثانيه. فهي الفكره بس العين على الزمالك والاهلي. بالظبط العين على الاهلي والزمالك. فهي الفكره عايزين نغير الثقافه دي، وكل واحد بياخد احتياجاته. مش بتاخد انا لعيب مثلا رايح الاسماعيلي لا الحق، يعني مثلا احنا قلنا ايه عفروتو رايح الاسماعيلي يروح الاهلي والزمالك، ايه ده عفروتو رايح يبقى اكيد لعيب كويس. طب هات يا عم، هو مش هي مش بالكوم. طيب هي فكره انت محتاج ايه. عايز اقول بس ان مباراه الاهلي والافريقي مباراه العوده كابتن علاء تم اختيار طاقم تحكيم جزائري هيحكم مباراه العوده ان شاء الله، الكابتن مهدي عبيد شريف حكم ساحه، كابتن عبد الهادي مساعد اول، والكابتن جوراني مساعد تاني، ومختار اماله حكم رابع، وتم تعيين مراقب مغربي هو كريم عليم هيكون يعني مراقب مباراه الاهلي والافريقي التونسي. كابتن فتحي مبروك النهارده اختار 20 لعيب عشان هيسافروا مع النادي الاهلي الى اسكندريه عشان ماتش الاتحاد السكندري بكره. اختار شريف اكرامي واحمد عادل عبد المنعم ومصعد عوض محمد نجيب وسعد سمير وصابر رحيل وباسم علي. صابر رحيل رجع تاني بعد الغياب الفتره اللي فاتت. شريف حازم وباسم علي وشريف عبد الفضيل وهنريك اللاعب البرازيلي اللي احنا لغايه دلوقتي ما شفناهوش لسه، حسام عاشور ومحمد رزق وكريم بامبو ورمضان صبحي محمد ناجي جد وليد سليمان عبد الله السعيد عماد متعب بيتر ايبي صلاح الدين سعيد ورجع كمان وليد سليمان زي ما قلنا وصبر رحيل وسعد سمير كان بعد فتره الايقاف. خرج محمد حمدي الظهير الايسر وحسام غالي طبعا بسبب الايقاف، مؤمن زكريا وتريزيجيه الاصابه واحمد عبد الظاهر وحسين السيد وعمرو جمال. ده بالنسبه للنادي الاهلي، وزي ما انا قلت والله كابتن وليد انا اتكلمت في ماتش الاهلي والحرس قلت من افضل الماتشات اللي النادي الاهلي عملها في مباراه الحرس، لكن كان في توفيق لاحمد سعد ودفاع نادي الحرس وكانوا بصراحه لازم اشيد بيهم ان هم استقتلوا امام النادي الاهلي خصوصا في الشوط الثاني. احمد سعد هايل الماتش ده. كابتن احمد بسيوني خد قرار بين الشوطين ان هو هيدافع تماما في الشوط الثاني. هو عمل حاجه في المباراه انا كنت بتفرج المباراه، عمل حاجه اشدت بيه جدا والحاجه تمام ما عجبتنيش بالمره. عمل حاجه في خلال الشوط الاول لما نقل صابر جابه ناحيه اليمين. ايوه لعبه على محمد حمدي فرقت معاه مع جدا طارق مع طارق والهدف جه كده بالظبط، عمل جبهه ممتازه ناحيه اليمين كويس. اللي عمله بقى بين الشوطين ان هو خد قرار دفاع بدري كده انا مش عاجبني بالمره يعني، بس نجح مع الاحترام. بص يا كريم هو نجح، ما هقول لك يا وليد هو نجح هو عشان ربنا رايد كده. امكانيات برضه لعيبته ما تقدرش تستحمل النادي الاهلي يلعب جيم مفتوح. طب اسمعوني بس ماشي اتفضل يا كابتن، انا معايا كابتن عصام فتاح كمان عشان نتكلم. طب خلاص كابتن عصام. لا كابتن لا ناخد كابتن عصام ازي حضرتك؟ اهلا بيك كابتن كريم، برحب بيك وضيوفك الكرام الكابتن علاء والكابتن كابتن عصام. ازي حضرتك يا عصام؟ الله يخليك كابتن عصام ازي حضرتك. يعني كنا بنحلل كده موقف حسام غالي في الطرد، فانا امبارح بصراحه قلت ان كابتن محمد فاروق راجل حكم بيطبق القانون، حسام غالي زودها في الاعتراض فخد انذار في الثاني في الطرد. النهارده كابتن وليد بيقول لي يعني تكايه صغيره كده، فقلنا لا لازم نعرف من خبير تحكيمي او كابتن عصام فتاح طبعا راجل دولي ومونديالي وعالمي هو يقول لنا التكايه دي بقى يعني كتحكيم ايه الموضوع. كابتن وليد كابتن وليد انا هقول لك بس كابتن وليد قال ايه ولا حضرتك عارف اتفرجت؟ لا ما اتفرجتش. كابتن وليد قال ان الفرق ما بين الانذار الاول والانذار الثاني ثانيتين، يعني كابتن محمد فاروق ما اداش فرصه لحسام غالي ان هو ايه يعني المفروض بعد الانذار الاول كان اداله فرصه يهدى شويه قبل الانذار الثاني.
هو يمكن الظروف او الموقف كان واضح جدا. هو كان طبعا الاهلي النادي الاهلي كان خسران 1-0 وحسام كان متنرفز شويه اوفر شويه في النرفزه. أيوة. في فاول احتسب بعد كده محمد احتسب الخطا. هو الفاول ما كانش فيه انذار يعني. هو كابتن محمد لا الفاول عادي. الفاول كان عادي. هو الاعتراض اللي بعد الفاول هو انذار. احنا بقى عايزين نعرف بعد الانذار الاول ايه اللي حصل الثانيتين ثلاثه دول؟ ايه اللي حصل؟ هل حسام تلفظ قال حاجه ولا الاستمرار في الاعتراض؟ واضح لينا جميعا الاعتراض زاد اكتر. تمام. يعني حتى بعد الانذار الاعتراض زاد اكتر. يمكن محمد يمكن مش شايف ان هو اتسرع، لكن واضح ان الاعتراض كان اقوى من الاول، فمحمد اضطر ان هو يدي الانذار الثاني والخط الاحمر. ده اللي كان قدامنا على الصوره وده اللي كان واضح الحقيقه. طيب احنا المفروض انذارين وطرد يبقى مباراه واحده. النهارده لقينا لجنه المسابقات اربع ماتشات. يا ده معناه ان في تلفظ حسام غالب بلفظ معين. اكيد صح. أكيد ده أكيد. امتى بقى؟ بعد الطرد؟ بعد الطرد ولا قبل الانذار الثاني؟ لا هو اكيد التلفظ هيبقى بعد الانذار الثاني. بعد الطرد. لان بعد الانذار الثاني هيبقى الطرد. بعد كده مفيش حاجه ثانيه. ما يقدرش الحكم يعني. كابتن وليد صلاح صح بقى في تحليله. بص يا كابتن عصام، يعني انا طبعا كل التقدير والله يكون في عون الحكام، يعني بيمروا بظروف صعبه جدا. احنا سيبك من الكابتن محمد فاروق وسيبك من حسام غالي وسيبك من الاهلي، احنا عايزين نناقش الحاله تحكيميا، يعني اكن الالوان دي كلها متغيره. عايز حضرتك تركز في جزئيه ان حسام غالي اعترض بشكل مبالغ فيه قوي في الاول لدرجه 3 تشويحات، فكان الكابتن محمد فاروق 10/10 انه يطلع الانذار الاول. عايزك تشوف بقى من الانذار الاول للانذار الثاني هي تشويحه واحده ما خدتش بالظبط ثانيتين، ثانيه او ثانيتين كان الكابتن محمد فاروق مطلع الانذار الثاني. وعايزك تبص يا كابتن عصام على الرياكشن بتاع الكابتن محمد فاروق وهو بيطلع الانذار الثاني في الطرد. انا معاك عصبيه و... هل معاك. انت معايا ولا هو بالعكس انا مؤيدك تماما في ان ممكن في الانذار الثاني كابتن زي ما قلت كابتن حسام شوح، لكن ممكن يقول الحاجه فاضطرت محمد انه يدي الانذار الثاني. بعد كده ممكن يكون تلفظ بالفاظ ثانيه. هو ده اللي ممكن يكون صح. لا بس احنا بنسال هنا، ما احنا في الاخر كده ما وصلناش لحل. احنا بنسال. لا وصلنا. هو الانذار الثاني نتيجه لاعتراض ولفظ مثلا حنين شويه. احنا بنسال في جزئيه يا كابتن ان هل احنا بنشوفها كلها في اوروبا مثلا حتى الحكم بيدي 5-6 ثواني بالظبط للاعب يعني يعبر عن غضبه. هل كمان لو هي بين الانذارين، يعني بين الانذار الاول وانا خلاص هطرده، مش المفروض انا اصبر عليه شويه؟ بص يا كابتن وليد عشان اكون منصف الحقيقه. لا انا ولا حضرتك كنا سمعنا ايه اللي حصل او ايه اللي قال، لكن انا بقول الانذار الثاني ممكن كان نتيجه للتشويحه البسيطه اللي حضرتك قلتها دي، بس كان معاها لفظ يستحق انذار. فيبقى هنا الانذار الثاني ممكن بعد ما طلع الخط الاحمر حصل حاجه ثانيه في لفظ ثاني اقوى. ايوه صح. ده ممكن اللي يكون حصل. اكيد بالظبط يعني. تمام. انا عاوز بس اقول لكم حاجه مهمه، ان النهارده لأول مرة هنطبق الوقت المستقطع. عشان الحر. أنا عرفنا القصة دي. طب اشرحها لنا يا كابتن عصام بقى، هتحصل ازاي؟ الإيه؟ اشرحها لنا هتحصل ازاي؟ نص ساعة. الفيفا طبعًا في البرازيل كان الجو يمكن مش حر زي دلوقتي عندنا، يعني أنا كنت موجود في مباراة السباحة. طبق القاعدة اللي هي الإيقاف المؤقت للمباراة بعد 30 دقيقة من الشوط الأولاني و75 دقيقة من زمن المباراة، يعني بالظبط برضه 30 دقيقة من الشوط الثاني. أيوه بيدي دقيقة أقل من دقيقتين، يعني ما يزيدش عن دقيقتين. يعني عند الدقيقة 30 النهاردة؟ النهاردة عند الدقيقة 30 الشوط الأولاني وأيضا 30 في كل الماتشات حتى اللي بالليل؟ لا طبعًا مش كل الماتشات. مش كل الماتشات. للأمانة مش كل الماتشات. ماتشات الساعة 5 و4:30. بالظبط كده، لأن فعلًا الجو هيكون صعب الحقيقة شوية. مع إن النهاردة فعلًا درجة حرارة كبيرة، فإحنا عرضت على مجلس الاداره ان الفيفا طبق ده وده لسلامه اللاعبين، لان هم الحقيقه في الجو الحار ده طبعا الكابتن علاء والكابتن وليد طبعا اضرب ده، بيبقى فيه مجهود غير عادي وفي صد السوائل غير عادي في الجو الحار مع المجهود البدني ده، فده بيأثر الحقيقه على سلامه اللاعبين. فاحنا بنطبق بالظبط المبدا اللي طبقه الفيفا في كاس العالم، وده كان اقتراح من الفيفا مش مننا احنا الحقيقه. يعني النهارده النهارده في ماتش الرجاء وبتروجيت الساعه 4:30 الدقيقه، اول ما تيجي نص ساعه دقيقه 30 في الشوط الاول هيبقى في وقت مستقطع يقل عن دقيقتين بحاجه بسيطه، ما يزيدش عن دقيقتين. والساعه 5 برضه في ماتش وادي دجله وامبي هيحصل كده بالظبط، لكن بقيه الماتشات لا
بقيه الماتشات لا طبعا هيكون الجو افضل طبعا الحقيقه. تمام، نتمنى التوفيق للتحكيم النهارده كابتن باذن الله. أشكرك. في الماتشات بشكرك كابتن عصام فتاح. بشكرك. عايز تعلق عشان لازم اطلع فاصل؟ لا لا انا عايز اعلق. انا مين قالك على المعلومه بتاعت الميه دي؟ ايه مين اللي قالها معلومه الميه من شويه؟ الكابتن علاء. الكابتن علاء اللي هو اطلع فاصل. اطلع فاصل ده ولا ما انت مش واخد بالك انت معذبنا في التكييف. ما انت خانقتنا في التكييف. اطلع فاصل عشان هيضربوني. اطلع فاصل.